مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم، مساء النور للجميع. هديكم معنا في هذا البث المباشر مع تمالي إسماعيلية مكناس. وصل عدد المصابين إلى 170 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث كشف محمد اليوبي مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة قبل قليل من يومه الثلاثاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب وصل إلى 170 حالة. وأكد اليوبي تسجيل حالة وفاة جديدة تعود لمسن يبلغ من العمر قيد حياته 76 سنة، قادم من هولندا، كان يعاني من مرض عضال، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة شفاء جديدة لسيدة تبلغ من العمر 80 سنة، ليصل بذلك العدد المتعافين إلى 6 حالات. وشدد اليوبي على أن 621 غادروا الحجر الصحي، وأكدت التحليلات المخبرية عدم إصابتهم بالفيروس. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، عدد الحالات أو المصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل ببلادنا إلى 170 حالة. نرجو من الله السلامة للجميع والشفاء للمصابين، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا، وكنتمنى الكل أنه يلتزم بالمنزل ديالو ويكون يسمع الأوامر اللي كتخرج بها أو الإرشادات اللي كتخرج بها وزارة الصحة وكذلك وزارة الداخلية. فكل هذه الإجراءات هذه هي كتطب صالح ديالنا من الدرجة الأولى. وكيف ما شفتوا معنا أن عدد الإصابات غادي هو كيرتفع، وصل لحدود الساعة 170 حالة. الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع، فالتزموا المنازل ديالكم جزاكم الله بخير، لأن هذا الشيء ماشي سهل، ماشي وقت الضحك، هذا وقت أننا نلتزموا المنازل ديالنا حفاظا على السلامة ديالنا والسلامة ديالكم، فالله يحفظنا ويحفظ الجميع. كما شرت وقلت مشاهدي قناة شوف لي أن كشف مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي قبل قليل من يومه الثلاثاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة المغربية وصل إلى 170 حالة لحدود الساعة. 170 حالة راه كل اللي كيحصلها، راه صعيب الحال بزاف. إذا نحاولوا أن نكونوا واعيين بخطورة الموضوع ونلتزموا المنازل ديالنا باش نقدروا نحبسوا هذا الوباء، ما نخليوش يزيد ينتشر أكثر، ما نخليوش يعيش أو ما نعطيوهش تربة خصبة فين يقدر يعيش أكثر. نحاولوا أننا نحاربوه بالتزامنا المنازل ديالنا، نجلسوا في ديورنا، فهذا هو الحل الوحيد. الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع. فكيف ما قلت مشاهدي قناة شوف تي في أن عدد حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بالمملكة المغربية وصل 670 حالة لحدود الساعة، والحل الوحيد باش ما نخليوش ينتشر أكثر هو أننا نلتزموا المنازل ديالنا. فكيف ما كتشوفوا معنا الحمد لله النسبة ديال 90% بالعاصمة الإسماعيلية التزموا المنازل ديالهم، بقى واحد النسبة قليلة اللي الله يهديهم. صحيح حنا عارفين أن الوضع يعني الظروف ما كتسمحش، كاين شي وحدين كيقول لك إلا خرجنا ما ناكلوش، حنايا الفقر وكذا وكذا. أنا كنقول والله ما أننا نصبروا هذه المدة هذه حتى يهز علينا والله هذا البلاء ونخرجوا. بالنسبة للناس اللي كيقول لك حنايا ما عندنا، حنا فقراء وكذا وكذا، والله ما كاين فقر وحده ولا الفقر والمرض، يعني يكونوا حالتين صعيب. فالواحد هو اللي يحاول انه يخدم عقله ويكون عقلاني، والله يحفظنا ويحفظ الجميع. سعيد بوزيد احنا جالسين في الدار الحمد لله. هذا راه حداته اجر كيتحسب ليك لانك حميتي نفسك وحميتي الناس اللي معك، فالله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع. كيف ما سبق وقلت مشاهدي قناه شوف تي في ان عدد الحالات المسجلة بالمملكة المغربية لحدود الساعة 170 حالة، حيث كشف محمد اليوبي مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة قبل قليل من يومه الثلاثاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب وصل إلى 170 حالة. وأكد اليوبي تسجيل حالات وفاة جديدة تعود لمسن يبلغ من العمر قيد حياته 76 سنة، قادم من هولندا، كان يعاني من مرض عضال، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات شفاء جديدة لسيدة تبلغ من العمر 80 سنة، ليصل بذلك عدد المتعافين إلى 6 حالات.
وشدد اليوبي على أن 121 حالة غادروا الحجر الصحي، وأكدت التحليلات المخبرية عدم إصابتهم بالفيروس. فالله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. سناء تقول وجع عروس، باقيين شوفين مستهترين بالموضوع، ما فيش خطورة الموضوع. فصحيح بقي بعض الأحياء هنا بالعاصمة الإسماعيلية اللي خصها تخدم معهم العنف والقوة، عاد يلتزموا بالمنازل ديالهم، مع العلم أنه ما عنده ما يدار في الزنقة، خارج يشم الهواء، وحياتك كاملة أنت كتشم الهواء، صبر شي شوية باش تقدر أنك تشمها مستقبلا. أما إلا خرجتي راه غادي تدخل الوباء ليك ولداركم ولعائلتك ولجيرانك، هكذا ما نقدروش أننا نكبحوه، ما نقدروش أننا نحبسوه، وغادي يبقى غادي ينتشر أكثر وأكثر. ربنا يحبكم، وتحية لأي واحد كيبغي الخير لبلاده. طب بحد ذاتي يتقص دارك خير ليك ولناسك. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، إلى هنا غادي نقول لكم دمتم بألف خير، وإلى بث مباشر آخر، موضوع آخر، مكان آخر. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. عبد الرحيم أحد وحد، نشكرك حنايا الدور ديالنا، وتحية لكل متابعي قناة شوف تيفي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. فالله يحفظ الجميع والسلامة للجميع.